ما هي قراءتك لمقترح السيد مقتدى صدر الذي قدمه للأمم المتحدة والمتضمن مناظرة علنية وببث مباشر مع الفرقاء السياسيين؟ لكن الجواب جاءه لم يتضمن أي شيء عن الإصلاح وكذلك عن مطالب الثوار وما يعانيه العراقيون. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. يعني باعتقادي في العرف الهندسي أو في المفهوم الهندسي يقول أقصر مسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم. الحوار في عالم السياسة يفترض أن يأخذ أقصر الطرق وبين نقطتين. النقطتين هنا في المفهوم السياسي هما القاعدة والأهداف. فالتيار الصدري عندما أتى بمشروع تغييري إصلاحي ولديه حكومة كان يطمح إليها، حكومة جامعة للأطراف التي تتفق معه تسمى الحكومة التي هي يعني حكومة الأغلبية السياسية، يفترض أن تكون هناك قاعدة وتكون أهداف. الحوار الآن يفترض للتيار الصدري بما أنه صاحب مشروع أن يدخل من ضمن جولات الحوار حتى ينطلق من القاعدة ليصل إلى الأهداف التي يتبناها التيار الصدري لمشروعه الإصلاحي. أما عدم الحوار أو عدم الركون إلى الحوار أو رفض أي خطوة للحوار، يعني هناك رفض إلى خطوة أو طلب السيد رئيس مجلس الوزراء للحوار وطلب السيد نجرفان برزاني رئيس إقليم كردستان للحوار وباقي الأطراف السياسية التي طرحت الحوار ورفضت من قبل التيار الصدري. طيب ما هو الحل؟ الحل لا أعتقد سوف يكون حل يعني للمتبنيات والسقوف المرتفعة المطلوبة. أعتقد الحل سوف يكون في الإجماع الذي يعني من الممكن يعني يكون خارج يعني متبنيات التيار الصدري، لأن الاجتماع الأخير هو حضرت أغلب الكتل السياسية والرئاسات الثلاث بما فيها السلطة القضائية ولم يحضر ممثلا عن التيار الصدري. طيب كيف نريد الإصلاح بدون حوار؟ كيف نريد الإصلاح بدون أن تكون هناك قاعدة وأهداف؟ فباعتقادي يعني اللف والدوران للأمم المتحدة والارتكان إلى المتظاهرين وزج الشعب العراقي بمعركة سياسية هي أساسا خاسرة هذه المعركة. طيب معركة سياسية سيد محمد ما بين الفرقاء السياسيين